انا كل علمي انه امبارح كان الاربعاء، بس الغريب انه اليوم طلع الاربعاء. سامحوني غلطت، يمكن كنت متحمس اكثر من اللازم، بس اليوم اكيد اكيد هو يوم الاربعاء. انا شكلي كنت جاي من المستقبل. انا اسمي ايهاب، هاي وراي اسمها سكاي. اذا كانت هاي اول مره لكم بالقناه فبتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس. هلا خلونا نبدا فيديو اليوم. سلام. شفت تحفيز اقتصاد الجديد في مشكله من ناحية الهدف. الهدف هو تحفيز الاقتصاد مثله مثل الشيكات اللي قبله، انه تستلم الشيك تصرف الشيك يرجع في الاقتصاد يحفز الاقتصاد، لكن في نسبة كبيرة ما راح يصرفوه، فهون الشيك بيتحول اسمه لشيك تخفيف من الأزمة، شيك بس بيساعد الناس انهم يقدروا يمروا خلال هالأزمة اللي بنعيشها ويعطيهم راحة البال، مع انه هذا الشيك مصيره ينصرف مرة ثانية في الاقتصاد لكن في المستقبل. نبدأ هذا الفيديو بلايك، هذا بيساعدني وبيساعد القناة كثير، فشكرا كثير لكم مقدما. اليوم راح أتكلم عن خطة تحفيز اقتصاد جديدة وإنها مرت من مجلس النواب، فألف مبروك. وآخر شيء حتكلم عن حالات كورونا واللقاح في أمريكا. هلأ بخصوص الخطة، أنا تكلمت قبل عن إنه التشريع الجديد راح يعفي أول 10,200 دولار من اللي استلموها في مساعدات البطالة من الضرائب. هلأ اللي عرفته يعني لهلأ إنه هذا التشريع الجديد صار قانون، فلازم كل شخص قدم ضريبته انه يرجع يقدم تعديل عشان يقدر يرجع من الفلوس اللي دفعها للدولة. الفكرة بالموضوع ان اللي قدم ضريبته فلازم يقدم التعديل، اللي ما قدم ضريبته لهلأ فلما التشريع يصير قانون وقتها بيقدر يقدم الضريبة وحتكون اقل عليه من اولها وما بيحتاج تقديم تعديل في المستقبل. هلأ في بعض البرامج اللي الواحد استخدمها في الضريبة بتعطي هاي الميزة، فبدل ما الواحد يقدم معاملة ورقية ممكن يتم التقديم عن طريق الاي فايل، هو الأسرع، مثل برنامج تيربو تاكس. إذا استخدمته من النسخة المجانية فلازم تشتريوا النسخة اللي بفلوس عشان تقدروا تعملوا التعديل، فكل واحد يراجع مع الشركة اللي قدم عن طريقها ضريبته عشان يشوف كيف طريقة التقديم على التعديل. هاي كل المعلومات اللي قدرت أجمعها بخصوص هذا الموضوع للي بتهمه القصة. الخطة الاقتصادية معروف انها حتمر لليوم وهلأ مرت اصلا، معروف انه الديمقراطيين رح يساعدوا بايدن في انهم يمشوا الاجندة اللي اجا فيها. ومن الشغلات اللي بتضحك جملة حكتها نانسي بيلوسي ان كل الجمهوريين في مجلس النواب رح يصوتوا ضد هاي الخطة ورح يدلوا بصوتهم بلا، وبعد ما تمر الخطة رح يعطوا حالهم الفضل بخصوص هاي الخطة وانهم دائما موجودين لمساعدة الناس ومساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للعوائل. الخطة الاقتصادية فيها فلوس حتروح مباشرة للناس، إما عن طريق شيك أو البطالة أو الفلوس للأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر، ما نسبته تقريباً 45% من إجمالي الخطة. أول مرة الاهتمام الأكبر هو للأفراد على حساب الشركات. الخطة الاقتصادية تعتبر النجاح الأكبر والأهم لبايدن بعد 7 أسابيع من بعد ما استلم الإدارة، وخلال الساعات الماضية كان التصويت على الخطة ومرت من مجلس النواب ب 220 صوت موافق ضد 211 صوت معارض. كل الجمهوريين رفضوا الخطة وصوتوا عليها بلا. ديمقراطي واحد وحيد اسمه جيرد جولدن من ولاية مين اللي صوت بلا من طرف الديمقراطيين، لكن صوته ما فرق كثير. هلأ الخطوة القادمة حتكون انه الخطة تروح لمكتب الرئيس عشان يوقعها، وهذا متوقع انه يصير يوم الجمعة، لكن بكرة يوم الخميس من المتوقع انه بايدن يعمل زي مؤتمر ويتكلم فيه عن أزمة كورونا اللي بنعيشها. هلأ اللي حيصير انه الاقتصاد حتجيه موجة خضراء في سوق المال والأسهم، وحنكون يعني عندنا ميزانية اكبر لمساعدة الناس وتقديم مش بس المال واللقاح كمان. بعد سنة من لبس الماسك والتباعد الاجتماعي هلأ في 20% من الشعب استلم الجرعة الاولى من اللقاح، وخاصة من اعلان بايدن الجديد من انه اشترى 100 مليون جرعة لقاح جديدة من شركة جونسون اند جونسون. واكثر شيء بهم القادة حاليا ان اكبر عدد من الناس ياخذ اللقاح، عشان على حسب كلام الخبراء فهذا الشيء راح يشجع الاقتصاد انه يفتح مره ثانيه. وكمان بايدن بده يوفر لقاح لكل شخص في امريكا مع نهايه شهر مايو، يعني قدامه تقريبا شهر ونص عشان اللقاح يكون متوفر للكل. وكمان على فكره موضوع شيك تحفيز الاقتصاد جزء منه هو تقديم المساعده للناس، لكن جزء ثاني احنا مش شايفينه هلا لكن حنشوفه في اي انتخابات في المستقبل، انه هذا الشيك اجى كطريقه عشان تحبب الناس بالديمقراطيين. اللي صار في الماضي ما تكرر هاي السنه، السنة الماضية كان في نقاش وحوار وكلام كتير بين الأحزاب، هاي السنة مختلفة تماما، الكلام من طرف واحد والتنفيذ من طرف واحد، وما في وقت أساسا لتضيع الوقت لأن الجمهوريين حاليا معطين شعور إنهم حيرفضوا أي شيء بيعرضوا بايدن. التغييرات اللي صارت أنتم أدرى فيها وأنا تكلمت فيها في كذا فيديو سابق، لكن شغلة جديدة بدي أحكيها إنه الكريدت للأطفال
هلا في كلام انهم بدهم هذا الشيء يصير دائم عشان يقللوا من الفقر بين الاطفال. قبل 20 سنه توني بلير سوى نفس الموضوع في بريطانيا عشان يقلل الفقر بين الاطفال، والامر ساعد بشكل كبير. فيمكن هلا نشوف نفس الشيء بيتكرر في امريكا. من الاخر، هاي يمكن تكون اخر خطه نشوفها. اللقاح حيتوفر وحنرجع لحياتنا الطبيعيه. اللقاح يمكن يكون الحل لهالمشكله، وزي ما الفيروس ممكن يتغير ويتحور، فاكيد حتكون في جرعات لقاح تقلل من تاثيره للكبار في السن، ويمكن للي عندهم حالات مرضيه خاصه. لكن المفروض ان الكل هلا يفكر بالرجوع للحياه العاديه، بالرجوع للوضع الطبيعي، وهذا بالضبط اللي كلنا بدنا اياه. بدنا نتعب خلال الاسبوع عشان نستمتع بنهايه اسبوع جميله. فانا حتابع معاكم اخبار الخطه اذا صار اي شيء مهم، وبوعدكم مره ثانيه ما راح اخربط بالتاريخ، لما احكي اربعة لازم يكون يوم اربعة. هلا بخصوص حالات كورونا واللقاح في امريكا، امبارح سجلت اكثر من 57 الف حاله اصابه جديده، وبهيك عندنا اكثر من 29 مليون حاله اصابه مؤكده. حالات الوفاه كانت عند 1947 حاله وفاه للاسف، واكثر من 527 الف حاله وفاه للاسف سجلت في امريكا. في اكثر من 92 مليون امريكي استلموا الجرعه الاولى للقاح، وفي 31.2 مليون امريكي استلموا الجرعتين، واحنا هلا واقفين عند نسبه 9.56% من الناس اخذوا اللقاح بشكل كامل. اليوم بالليل حيكون في بث اذا حابين تشرفوني، بنجاوب فيها على اسئلتكم بخصوص الخطه وغيره. لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، تنشروا بين اصحابكم، تشتركوا بالقناه اذا ما كنتوا اوريدي مشتركين، وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. انا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام.